نتواصل الانطلاقات، تستمر التحديات في هذه الأشواط الصباحية الخاصة بتحديات الكبار، حيث تعلن انطلاقة جديدة قبل لحظات قليلة للشوط الثامن الخاص بالزمول المهجنات هجني أبناء القبائل التي تواجدت في أرضية هذا الميدان وانتشرت متنافسة من أجل تسجيل نقطة ذهبية في هذا المهرجان القالي الذي حضر عليه الجميع وتواجد أيضا بما يملك من الأصائل مشاركا في هذا المهرجان راغبا في اختطاف ناموس أحد الأشواط المنطلقة. نسير مع المقدمة وناتي لدى بداية هذا الشوط. المركز الأول، من يتواجد على الصدارة؟ الرفيفان ياتي أيضا بالمركز الأول. راشد بن غانم بن مصر بن غانم المنصوري هو من يحتل الصدارة وينطلق أيضا لدى مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، حيث ياتي حبوب أحمد بن مهير بن سيب ونواس الكتبي محتلا المركز الثاني. المركز الثالث، اللورد لسيل بن سليم بن حربي العامري يتقدم في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، شاهين سالم بن عوض بن محمد بن عوض بن سالم الكتبي ياتي مقدما شاهين في المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذا هو ايضا يتواجد مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي يتقدم في خامس المراكز خلال هذه اللحظات. المركز السادس وذنان صالح بن عبد الهادي بن محمد النابت ياتي ايضا في المركز السادس. ننتقل الى المركز السابع، حيث يتواجد ايضا مغادر عامر بن علي بن عامر المري خذ المركز السابع والمركز الثامن. شوف التقدم والانطلاق بوجود أدهم مطر بن محمد بن دحروي العامري. المركز التاسع من الجانب الآخر يتقدم فيه أيضا هناك التبر أغدير بن محمد بن هندي المهيري ياتي في المركز التاسع، والمركز العاشر ياتي مشاهدين الأعزاء من الجانب الآخر. شوف التحديات أو بدأ التسلل بانطلاقة ووجود أيضا مشاهدين الأعزاء ديب محمد بن سعيد بن راشد الحكماني ياتي في انطلاقة هذا الشوط وتدخل سريعا. هناك مشاهدين الأعزاء الطام عمير بن عبيد بن عمير الكتبي خذ أيضا المركز العاشر، حيث يأتي أيضا في المركز العاشر خلال أرضية هذا الميدان من أهالي أيضا هذا الميدان منطلقا في المركز العاشر خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير مع انطلاقة الزمول، مع وجود هذه النوعيات من الزمول المنطلقة المتواجدة في انطلاقة هذا الشوط في إبداع هذا الشوط. الله، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى من يقود المسار، إلى من ينطلق بالمركز الأول. إرفيفان يتسيد أيضا هذه المجموعة من الزمول ليرقص على أرضية الميدان. راشد بن قارب بن مصر بن قارب المنصوري ياتي ليقود المسار بانطلاقه الجميل مع منتصف الستة كيلومترات. قطعنا ثلاثة والمتبقي ثلاثة على نهاية هذا الشوط. يتحرك حبوب في المركز الثاني عاشقا للمركز الأول. هذا حبوب أحمد بن مهير بن سيب ونواصل اكتبي يتواجد في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع، بينما وذنان في المركز الثالث من الجانب الآخر. صالح بن عبد الهادي بن محمد النابت يتواجد في المركز الرابع. المركز الخامس، حيث يصل كذلك مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات شعار بن دغيش مع مسامح مبارك بن راشد بن عبيد بن دغيش الكتبي يتقدم في هذه اللحظات. كذلك وصول مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي يتقدم في هذه اللحظات متواجدا في المركز الرابع. تبادلت الزمول، بدأ أيضا الانطلاق أدهم من مطر بن محمد بن دحروي العامري مقدما انطلاقة أدهم، بدأ يقيم
يغير ايضا موقعه ليختطف المركز الثالث في هذه اللحظات. والقادم مداهم احمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي ياتي ايضا في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع، كذلك وذنان من الجانب الاخر. بدا ايضا الدخول، بدا الانطلاق من شاهين محمد بن عوض بن سالم الاكتبي، تدخل سريعا في هذه اللحظات. وكذلك ايضا يصل مشغل عامر بن هادي بن حوير بن منصوري مقدما انطلاقه مشغل في هذه اللحظات. ياهي نوعيات قادمه من الصفوف الخلفيه، ياهي تحركات خطيره لانتزاع ناموس هذا الشوط. لمن الناموس من بين هذه الزمول المهجنات المنطلقه في هذا المهرجان؟ العوده الى المقدمه، الى ايضا صداره هذا الشوط، الى شعار بن دحروي مع وجود يدهم، مع وجود يدهم يتقدم. مطر بن محمد بن دحروي العامري يقود مسار هذا الشوط، يتحرك مداهم على المركز الثاني برفقه يدهم. احمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي ياتي في المركز الثاني، بينما من الجانب الاخر مسامح مبارك بن راشد بن عبيد بن طقيش الكتبي ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع ياتي مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي. المركز الخامس، هذا هو التقدم، هذا هو الانطلاق بوجود مهاوش عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي، اول نداء له، اول نداء له متدخلا في المركز الخامس. المركز السادس ايضا ياتي كذلك مشغل عامر بن هادي بن حوير بن منصوري، خذ ايضا المركز السادس. المركز السابع ريبال عبد الله بن حمد بن نصر العامري. المركز الثامن يتواجد فيه ايضا هناك شعار سعيد بن سليم بن سويدان العويسي. اليورانيوم يتقدم في هذا الانطلاق، بوابة الكيلومتر الاخير، بوابة الكيلومتر الاخير لمن من هذه الاسماء المتقدمة. بن دحرو يقود الشوط، بن دحرو يقود الشوط مع انطلاقة ووجود يدهم. مطر بن محمد بن دحروي العامري يتقدم الى الصدارة ليعلن بالانطلاق لدى المقدمة من خلال هذا الانطلاق والابداع الكبير. ولكن الله العميمي، العميمي والقادم بالنصرة، القادم بالنصرة في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. هذا ريبال عبد الله بن حمد بن نصر العامري بدا يتقدم من الجانب الاخر لينطلق الى مقدمة هذا الشوط. وهنا ايضا مشغل عامر بن هادي بن حوير بن منصوري ياتي ليشكل ثلاثية قوية متنافسة لانتزاع ناموس هذا الشوط. بن دحروي بن حويرب بن نصرة، ياهي معركة، ياهي معركة. ادهم 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 دحموه ايضا هنا بعض من الاوامر وانطلق الى المركز الاول. هذا ادهم مطر بن محمد بن دحروي العامري ياتي على مقدمة هذا الشوط لينطلق ايضا بالصدارة، حيث ياتي على الصدارة على المركز الاول معلنا بالانطلاق والابداع. مطر بن محمد بن دحروي العامري، اهالي مرقم، اهالي مرقم اتوا بنوعية مميزة في الزمول المهجنات، وهو ادهم محققا الفوز والانتصار. المركز الثاني ريبال عبد الله بن حمد بن نصر العامري. المركز الثالث ايضا كان مشاهدينا الاعزاء هناك ايضا بانطلاق قد مشغل عامر بن هادي بن حوير بن منصوري. المركز الرابع ايضا اتى مشاهدينا الاعزاء وكان بالانطلاق وبالإدارة في انطلاقة هذا الشوط الغزال محمد بن علي بن راشد الكتبي. والمركز الخامس كان ايضا مشاهدينا الاعزاء التبر غدير بن محمد بن الهندي المهيري يتقدم ايضا مع المركز الخامس. ولكن بن دحروي كان معدهم في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. مطر بن محمد بن دحروي العامري قدم ادهم في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الكبير والانطلاق المثير لياتي الى خط النهايه بانطلاقه رائعه وابداع كبير في انطلاقه هذا الشوط بتوقيت زمني 9 دقائق 24 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك يدهم. مطر بن محمد بن دحروي العامري ريبال أتى في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق والإبداع. 9 دقائق 27 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. كان ايضا لعبد الله بن حمد بن نصر العامري حقق المركز الثاني، بينما مشغل في المركز الثالث عامر بن هادي بن حوير بن منصوري بتوقيت 9 دقائق 27 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الاعزاء اينما كنتم.